منا عمان ارحب باحمد عزام المحلل الاول للاسواق الماليه في ايكوتي. اهلا استاذ احمد، في تقديرك موجه التراجع الحاليه على الدولار الامريكي بكل العوامل هذه قابله للاستمرار؟ مساء الخير محمد، شكرا للاستضافه. على ما اعتقد الدولار الامريكي ضمن صدمه، خلينا نحكي التسعير، امكانيه تخفيض اسعار الفوائد. بدايه تخفيض اسعار الفوائد كانت متوقعه في شهر 6، ثم تم ازاحتها حتى لشهر 3 2024. اعتقد محمد لو نظرنا الى المعطيات الاقتصاديه بشكل عام، جيرام باول كان قد ذكر بانه ليست قراءه واحده، نحتاج عده قراءات تثبت بانه ارقام التضخم تسجل ارقام قريبة حتى من المستهدف. 5 أشهر متتالية أرقام التضخم تحت 4%، نعم إشارة جيدة، كبح جماح التضخم جيد، لكن ليس انتصار لأرقام التضخم. فيما لو نظرنا على معطيات التي قد تدفع التضخم أو موجة التضخم ممكن أن تكون قادمة، المعطيات بشكل عام بالاقتصادات التي تحيط الولايات المتحدة الأمريكية، توترات الجيوسياسية، حتى لو نظرنا إلى الأرقام المعطيات النمو الاقتصادي محمد، آخر ربعين سجلنا أرقام جيدة. النمو الاقتصادي عندما يسجل ارتفاعات أحيانا تدفع التضخم إلى تسجيل ارتفاعات. حتى الأجور محمد لا تزال تسجل أرقام، خلينا نحكي، متوازنة عند مستويات 4%، فبالتالي الانتصار أو إعلان الانتصار على التضخم وفرحة أن يكون هناك تخفيض أسعار فوائد بشكل سريع على ما أعتقد مبالغ فيها في الأسواق. فعندنا حاليا انقسام على الانقسام، انقسام بين الأسواق والفيدرالي الأمريكي وحتى انقسام الفيدرالي الأمريكي نفسه. جيرام باول على ما اعتقد في محضر اليوم او محضر الفدرالي الامريكي قد يعطي اشارات بانه لن يكون هناك عمليات تخفيض اسعار فوائد قريبه. هو دائما يقول ذلك احمد، يعني هذا لن يكون مفاجئ اذا حدث، انه يعني اذا قال ذلك، ولكن هو دائما فكره انه السوق عادت من جديد لتخالف روايه الفدرالي، هل هم هذه المره على حق؟ انت لا ترى ذلك؟ لا أعتقد ذلك محمد. أعتقد أن الأرقام الاقتصادية أو الدافع للأرقام الاقتصادية بأن التضخم سجل بعض الثبات في الفترة الماضية، أرقام الوظائف سجلت بعض التراجعات، تراجعات مش كبيرة، يعني حتى أرقام البطالة 3.9% لو نظرنا إليها كمؤشر متباطئ أو مؤشر لا يعكس الحالة الاقتصادية بشكل سريع، هي إشارة على أنه تباطؤ حتى الوظائف هي عن حالة أسعار الفوائد المرتفعة في الفترة الماضية. فعلى ما أعتقد الأسواق بالغت بعض الشيء محمد في فرحتها على أنه التضخم قد زال، تسعير إمكانية تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. حتى ممكن أقتبس محمد من البنوك المركزية الأخرى، يعني مش بس الفيدرالي الأمريكي، البنوك المركزية الأخرى اليوم أستراليا وبريطانيا أشاروا إلى إمكانية رفع أسعار الفوائد، وهذا ما أعتقد هو حقيقة الأمر بالنسبة للاقتصادات. نعم بالتأكيد الاقتصادات مختلفة بعض الشيء، هناك تباين في الأرقام الاقتصادية، لكن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال جيد. واحدة من الإشارتين محمد أنتظرها لإمكانية تخفيض أسعار الفوائد، إما نمو قريب السلبي أو أرقام تضخم قريبة من أسعار الفدرالي الأمريكي أو مستهدفات الفدرالي الأمريكي، والتنتين لحد هلا ما وصلت إلى المستهدفات اللي ممكن تدفعنا لتخفيض أسعار الفائدة. الفدرالي الأمريكي لن يتجه لتخفيض أسعار الفوائد ثم العودة لرفع أسعار الفوائد لما ارتفع التضخم. فبالتالي أعتقد أنه الأسواق بالغت بعض الشيء. حتى لو طلعنا التكنيكالي محمد، مستويات 152 لمؤشر الدولار الأمريكي هي مستويات جيدة جدا للأوضاع الحالية. حتى لو طلعنا على المستويات لجميع الأزواج، اليورو دولار 10 سنت هي مستويات قوية جدا. حتى الذهب مستويات 2008 إلى مستويات 2034 هي زون ريزيستنس قوية، مقاومة قوية جدا. فبالتالي أنا أعتقد ممكن تعطي الدافع المدى القصير إلى المدى المتوسط لإمكانية ارتفاعات الدولار في الفترة القادمة محمد. شكرا لك على هذا التحليل أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في إيكوتي، شكرا جزيلا.